ظواهر جوية متطرفة وتغيرات مناخية متفاقمة ودرجات حرارة تصل إلى الغليان، كل هذا دفع علماء إلى إحياء فكرة قديمة طرحت قبل 34 عاماً، حجب أشعة الشمس من خلال إنشاء درع واق بمثابة جدار فاصل بين الشمس والأرض والإسراع في خفض حرارة الأرض قبل حدوث كوارث أكبر. المقترح تم طرحه عام 1989 من قبل المهندس الأمريكي جيمس إيرلي، لكن مشكلة هذا المقترح هي الوزن. فمجلة الوقائع الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم أشارت إلى إمكانية بناء الدرع، إذ يمكنه حجب كمية من أشعة الشمس، لكن تبعات هذا المشروع الضخم قد تكون مدمرة، فهي ستؤثر على موعد هطول الأمطار وكميتها وتلحق الضرر بطبقة الأوزون، إضافة إلى أن المشروع كله يتطلب جيشاً كبيراً من المهندسين لتنفيذه. ووفق الخبراء، فمن شأن هذه الدراسة أن تنجح في حال بناء درع واق من الشمس أقل وزناً يمكن أن يحجب كمية محسوبة من الإشعاع، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.